أمر بطاعة الله، فإذا أمر بحرام فلا طاعة له عليك، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المرأة اللينة الطيعة لزوجها اللي هي رهن أمره اللي هي طوع شرطه تريح القلب. والبيت اللي فيه شقاق، بيت فيه نكد وفيه حزن وفيه غم وفيه كرب وفيه بغض وفيه كراهية. وقد روى ابن حبان والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وروى أحمد في المسند أن النبي قال لعمتي محصن ابن الحسين: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت من؟ قالت: لا آلوه إلا ما عجزت عنه، أنا مش شايلة على كفوف الراحة إلا إذا حاجة فوق طاقتي، إلا ما عجزت عنه. قال: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. أطيعي، كوني لزوجك أرضا يكن لك سماء، كوني له مهادا يكن لك عمادا، كوني له أما يكن لك عبدا، يكن لك عبدا. كذلك حتى تفوزي بقلب الزوج عليك أن تعتدلي في مطالب الحياة، اجعلي أكبر همك الآخرة. متى وسع الله على زوجك سيوسع عليك بالحلال الطيب بلا إسراف ولا تبذير، ومتى ضيق الله عليه فاصبري يا أمة الله واقنعي. معنا اتصال. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ الحبيب. أهلا أهلا، زي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير حال. من معي؟ سوف أقابلك في العمر إن شاء الله، الشيخ جمال معيوف يا شيخ. أهلا شيخ جمال. أهلا أهلا، الله يصلح حالك، الله يجمعني وإياك في الحرم. أحبك في كل عام يا رب. والله حلقة جميلة وقناة جميلة، وربنا يبارك في قناة الرحمة والعاملين على قناة الرحمة يا رب. بارك في الشيخ حسان والشيخ محمود والشيخ الزغبي وكل مشايخنا الأفاضل. آمين. وأرجوك أن تدعي بالشفاء للشيخ الزغبي، وجزاكم الله خيرا وبارك الله في كل مريض مسلم قناة الرحمة والعاملين عليها. الصلاة يشفي يشفي كل مرض مسلم. طيب مشكور. حتى نستأنف قلت اعتدلي في مطالب الحياة، لا تكون امرأة حداقة دايما بصف للي في ايد غيرك. اوعي ابدا تقول لزوجك: شايف فلان معايش مراته ازاي، شايف فلان جايب ايه. ده الكلمة دي تقسم فقار الزوج انه يعرف ان مراته تنظر اليه بعين النقص، بعين التحقير، ان يعرف ان في راجل غيره يعظم في عينها. اوعي، زوجك ده زي ما قلت قبل كده سيدك وتاج راسك، وانت سته، كوني له أما يكن لك عبدة. اوعي تقولي شايف فلان شايف علان، اتق الله. ان كان ربنا الذي خلقه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليه تعملي فيه كده؟ كل اللي بيجيبه يرميه في حجرك، عايز ايه تاني؟ لا تتطلعي لما في يد الغير. فلانة جابت ذهب عايز زيها، فلانة جابت فيلا، فلانة جابت شقة، فلانة جابت عربية. عيشي يا ستي، اعلمي ان السعادة لا تنحصر في الاسباب المادية يا بنتي. السعادة مش في الفيلا ولا في العربية ولا في الفلوس ولا في الذهب. والله العظيم في ناس عايشة في فيلل وتعسى، في ناس عايشة في قصور وفي نكد وفي غم، وفي ناس عايشة في أكواخ وهم في قمة السعادة. قبل الأخير بسرعة، إذا أردت أن تفوزي بقلب الزوج أكرمي ضيوفه سيما أهله. لما حماتك تيجي يا بنتي الغالي كله يطلع لها، أحلى كلام يتقال لها، أحلى أكل يتعمل لها، أحلى مقابلة تقابليها بيها. إذا كنت بتحب زوجك اعملي كده: حبيب حبيبي حبيبي، أكرمي ضيوفه. تعلمي من ستك سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، فمع كبر سنها وجلال قدرها تقوم سارة بتجهيز أحسن الأكلات لضيوف خليل الرحمن إبراهيم. وهل هناك أشق على امرأة عجوز من أن تفاجأ بزوجها قد أتاها بعجل سمين وأمرها أن تشويه للضيوف؟ ومع ذلك قامت سارة وفي أسرع وقت وأعدت الطعام. النهاردة أخوات كتيرة، أخوات تيكاوي، بيوت عايشين على الأكل الخارجي، أخوات همبرجر وبيتزا هارت. الراجل نفسه يأكل الملوخية بالأرانب من إيديكي، مفيش حد من برة. أمال أنت فاضية لإيه؟ للبديكير والمانيكير؟ سبحان الله العظيم. إن ما يسعد الزوج
ان اول ما يخش بالضيف كده من غير ما يقول لزوجته اعملي حاجه يلاقي الباب بيخبط، يفتح ويطلع كده كوبايه ليمون عشان الضيف من غير ما يقول، نص ساعه كوبايه شاي وشويه فاكهه من غير ما يطلب. الضيف اتاخر، ها هنغديه ولا ايه؟ يقعد كده الراجل مننا ابو السباع ونشكح، انما عدني ساعه والضيف قاعد معاه، لا كوبايه ميه جت ولا كوبايه شاي، وهو اللي بيخبط بقى الشاي اللي جوه، جوه دي المقابر مفيش حد جوه، فتحرجه وتصغره قدام ضيوفه. اتق الله يا امة الله. اخيرا بجد عشان زوجك يحبك اشعريه بالامان، اوعي لما تحصل بينكم مشكله مهما كانت اوعي تقولي له طلقني. لو انت راجل طلقني، لو انت من ظهر راجل طلقني. والله نسائي يقولن هذا الكلام، وبعدين يقول لا انت طالق، طلوا كده هنت عليك بسهوله، ما انت هزقتيني. المسلمه لما يحصل في بيتها مشكله ماذا تصنع؟ اولا لا تعلم احدا بذلك، ثانيا تراجع نفسها قبل اتخاذ اي خطوه، ثالثا تتروى وتسال اهل الدين اهل العلم، تستشير اهل الدين والعلم، ولا تكثر من طلب الطلاق، لا تطلب الطلاق لاي مشكله الا اذا وصلنا الى طريق مسدود، ولا تستغني بالاولاد عن زوجها. خلاص الراجل كركب عجز، وده الدكتور ابنها وده المهندس، كان الراجل ملوش لازمه. اتق الله واسمعي الى ما رواه ابو داود وابن ماجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امراه سالت زوجها الطلاق في غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه كذا حتى تفوزين بقلبه. حافظي على ماله وعلى عياله، فيش بقى قصقص ريش طيرك لا يلوف على غيرك، ما فيش بقى يبقى الواحد نايم كانه نايم في محطه مصر يؤخذ ماله من ورائه، لا حافظي على ماله وعلى عياله، واحترمي مشاعر الزوج، حزين احزني، فرحان افرحي، احترمي مشاعره، يكون كده في 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 توافق، في توافق في الطباع. ثم اخيرا لا تتمنعي عليه اذا دعاك للفراش ما لم يكن عندك عذر تتمنعين لاجله. فالله في كلام كثير، لكن يعني ارجو ان يكون ما قلته فيه الخير والبركه والكفايه، الوقت عدى بسرعه والله. اسال الله عز وجل ان يجعل هذا الكلام في موازين حسنات المتكلم والمشاهدين، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يملا بيوتنا بالحب والموده والانس والراحه، انه ولي ذلك يا مولاه. احبكم في الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.